tournoi international de Tanger de football organisé pour, par Natatation, association de la Renaissance sportive de Tanger, à l'occasion de la 14e anniversaire de Sa Majesté, sur le prince héritier Moulay Hassan. Bienvenue à tous. C'est un moment, un rendez-vous annuel pour accueillir le futur champion de football des pays voisins. Le tournoi international de Tanger est son affiche annuelle, mais importante à qui Tanger pour recevoir, accueillir ou accueillir los futuros jugadores, los futuros campeones. Con toda suerte a todos, والآن مع كلمة للسيد رئيس جمعية المنظمة جمعية نهضة طنجة لكرة القدم سيد عبد الرحيم القمراوي، فليتفضل. السلام عليكم مرة أخرى، نضرب موعدا مع احتفالية كبيرة، احتفالية رائعة، احتفالية ساهم في إنجاحها كل الفرق الحاضرة. طبعا نحن جد فخورون بحضوركم في دورة هذه السنة التي تتزامن مع الذكرى 14 لميلاد صاحب سمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن. مرحبا بكم مجددا، مرحبا بالإخوان من بلجيكا، من إسبانيا، من هولندا، باريس سان جيرمان من إسبانيا، ومرحبا بالإخوان من الحسيمة، ترقيس، دار البيضاء، أصيلة، العرائش، تطوان. مرحبا بالجميع. نتمنى صادقين أن نكون في مستوى الحدث بالانضباط، بالروح الرياضية، بالتماثل للقوانين الجاري بها العمل في الدوري، ولا نشك في هذا الأمر مقدار ذرة. شكرا لكم مجددا لبارا روس إسبانيوليس et pour les Français. Bienvenidos los españoles y bienvenidos los restos de equipos que participan en este tournoi. Shukran. النهضة طنجة جمعية المنظمة سي الكمراوي، كذلك الخفي والبريسيدنت دي اسوسياسيون اورغانيزادا دي ست تورنيو، او ميمو كون السينيور عزيز السمادي. بنفينيدو سي عزيز، اهلا وسهلا سي عزيز السمادي، مرحبا. على ديك السي عزيز السمادي هو المكلف بالشان الرياضي بمجلس مدينه طنجه، النائب اول لعمده مدينه طنجه. السلام عليكم. الفيس بريسيدنتي دو سينيور الكالدي دي تنخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية حقيقة سعيد جدا بالحضور إلى جانبكم في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى المتميزة والفريدة من نوعها، التي أريد أن أقدم جزيل الشكر لفريق نهضة طنجة على تنظيمه هذه التظاهرة الكروية العالمية، رغم الإكراهات ورغم الصعوبات، والتي أعتبرها فرصة ذهبية لأشبالنا من طنجة ومن باقي المدن المغربية للاحتكاك بباقي المدارس الكروية العالمية وخصوصا منها المحترفة. أعتقد أن هذه التظاهرة بالنسبة لنا تمثل كجماعة طنجة، هي تساهم في الدينامية التي تعرفها مدينة طنجة، خصوصا أن تعرفون مدينة طنجة تعرف تحولات كبرى جذرية على مستوى البنية التحتية. أرجو الوفود المشاركة، أقول لهم حللتم سهلا، نزلتم سهلا وحللتم أهلا في هذه المدينة، أرجو لكم مقاما طيبا، أرجو أن تعودوا إلى هذه المدينة مرة أخرى
أشكر الجهة المنظمة وأتمنى لهم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي عزيز. والآن مع كلمات السيد الدكتور بوخبزة بصفته ممثل عن الآباء للمدرسة الكروية. Bienvenido doctor, es el presidente de los padres de los niños que practican en la asociación de nada de Tarfe. عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمناسبة نتمنى النجاح والتوفيق لهذا الدوري الذي يعبر عن العناية الكبيرة التي أصبحنا كمجتمع نبديها للأطفال وللأشبال. لذلك نحن كأولياء أمور أطفال وشباب جمعية نهضة طنجة نعبر عن اعتزازنا وعن فخرنا وسعادتنا بأن تكون الجمعية هي المنظمة لهذا اللقاء، على اعتبار أن هناك قناعة لدى الجميع بأن مسألة تنظيم هذا النوع من اللقاءات بالنسبة لأطفالنا ستمكن هؤلاء الأطفال من الاحتكاك مع أطفال آخرين من مناطق أخرى من المملكة وكذلك من مناطق أخرى من العالم. نحن نقر بأن الاحتكاك مع تجارب أخرى هي قيمة مضافة لهؤلاء الأطفال الذين رغم ما يقدم لهم من قبل المؤطرين داخل المدرسة فهو في أمس الحاجة إلى هذا النوع من اللقاءات لاكتشاف أمور، اكتشاف تقنيات واكتشاف قواعد أخرى وهم في أمس الحاجة إليها. لذلك نحن كأولياء أمور ندعم بشكل كبير هذا النوع من اللقاءات وهذه المبادرات. نتمنى النجاح، نتمنى التوفيق، نتمنى السداد لهذه المبادرة، ولكن نتمنى لها أن تستمر في نسخ مقبلة بحول الله. ولكي تستمر تحتاج هذه المبادرة إلى دعم الجميع. عندما نقول الجميع بالنسبة للمدارس والأندية والجمعيات المساهمة وكذلك حتى الفاعلين على المستوى المحلي عليهم المساعدة والمساهمة في إنجاح هذه المبادرة. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتمنى من أعماق قلبي أن يكون في آخر المطاف الروح الرياضية هي المهيمنة وهي التي ستفرض نفسها على هؤلاء الأطفال. هم مستقبل هذه الأمة ومتمنياتي لهذا الدوري بالنجاح، وشكرا للمنظمين. شكرا سي الدكتور بوخبزة. والآن أطلب من الآباء ومن فضلكم الصعود إلى المدرجات وترك الأطفال، ترك المعنيين بالأمر، ترك أبطال المستقبل والفرق لأداء بعض الوصلات الموسيقية. ونهضة طنجة جمعية المنظمة سلك